يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد حني ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد؟ فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا، يكاد يأتي على نحن مرمان لنيل النائبات، وغل يغني اصطبار وها من درعه الجلد. كم ذا شمل الظالمين لكم، دائكم بددوا، فانهض فدتك النفس، فانهض فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خانها الجلد. ما هو عذرك سيدي؟ هب أن جندك معدود، فجدك قد لاقى بسبعين جيشا، ما له عدد غدا تجاهد من أعدائه نفرا، جدوا بإطفاء واجتهدوا، وعاد ريحانة المختار منفردا بين العدا، ما له حام ولا عضد. سيدي يا حجة الله، الليلة ليلتك، والمولد الشريف مولدك، ولا أظنك في هذه الليلة إلا زائرا جدك الحسين. لا أتصورك في هذه الليلة يا سيدي إلا في كربلاء، تطوف حول قبر أبي الفضل العباس عمك،
وتمضي إلى زيارة الحسين جدك. سيدي ونحن محرومون في مثل هذه الليلة أن نصل إلى كربلاء في هذه المحنة. سيدي قلدناك الدعاء والزيارة، سيدي خذنا معك، نحن بقلوبنا معك نطوف بطوافك، ندعو بدعائك، نزور بزيارتك. تفضل علينا يا سيدي بهذه المنة، واذكرنا في لسانك الشريف كيف زيارتك سيدي. أفهل تبدأ بعمك أبي الفضل العباس أم تمضي أولا إلى جدك الحسين؟ خذنا معك، لا نتصورك إلا وأنت الآن واقف أمام ضريح العباس. يمتي المهدي تشعشع غرتك وتظهر علينا وترفرف رايتك. يمت من مكة تروح الكربلاء تقصد اللي ظل ما حد غسله. نمشي وياك بمدامع هاملة ونون يا مولاي كل بونتك. أول تبد بزيارة ابو الفضل من تشوف القبة دمعاتك تغيل، تذكر العباس شيال الحمل، تذكر مصاب المصونة عمتك، تزور بدر اللي على الشاطئ انخسف، تزور راية وجودها مو عين وشاف، تزور مخ اللي على اجتافه نزف، تلزم الشباك وتطلع زفرتك، تالي تقصد للي راسه من قطع، تمشي وعيونك تفيض من الدمع، قلبك يشوف المصاب وينفجع، شوف قدامك مصارع عيلتك، تنظر الجاسم والأكبر والشباب صاير الدم لها يا المهدي خضاب، ينفجع قلبك على ذاك المصاب، تسيل دمع عينك وتحمل عبرتك، بالأعتاب توقف ودمعك سكيب، ترفع ايدك بالسلام على حبيب، وتالي تركض تقصد حسين الغريب، من ضريح يلوح ترفع صرختك، من ضريح يلوح ترفع صرختك. يا جدي يا جدي يا مقطوع النحر، يا اللي صدر بسام حفر، هذا جدي العظمة بخيول
كسار تظل يا المهدي تجود بمهجتك تنحني وبيدك تشق عنا اللحن تبغي تركب الراس على الجسد تشوف أوصال الجسد ملغى عداد تبقى مدهوش المصاب بحيرتك تشوف دم يسيل من نحر القطيع كل أحمر صابغ بفيض النجيع على صدر تشوف متوسد رضيع راس ما عنده يهيج حسرته حسرتك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن خاتم النبيين السلام عليك يا ابن سيد المرسلين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا حسين ابن علي السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ولي الله وابن وليه السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه السلام عليك يا سفير الله وابن سفيره السلام عليك يا خازن الكتاب المسطور السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل والزبور السلام عليك يا أمين الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا عمود الدين السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين السلام عليك يا عيبة علم الله السلام عليك يا موضع سر الله السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام
فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض. وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن أبيك أمير المؤمنين، وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا حتى أتى اليقين، فجزاك الله خير جزاء السابقين، وصلى الله عليك وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين يا إله العالمين. زيارة مولانا الأكبر عليه السلام. السلام عليك أيها الصديق الطيب الزكي الحبيب المقرب وابن ريحانة رسول الله. السلام عليك من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته. ما أكرم مقامك وأشرف منقلبك. أشهد لقد شكر الله سعيك وأجزل ثوابك وألحقك بالذروة العالية حيث الشرف كل الشرف، وفي الغرف السامية كما من عليك من قبل وجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات الله عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانه، فاشفع أيها السيد الطاهر إلى ربك
في حط الأثقال عن ظهري وتخفيفها عني، وارحم ذلي وخضوعي لك وللسيد أبيك صلى الله عليكما. زاد الله في شرفكم في الآخرة كما شرفكم في الدنيا، وأسعدكم كما أسعد بكم، وأشهد أنكم أعلام الدين ونجوم العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة الشهداء عليهم السلام. السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار علي بن أبي طالب وأنصار فاطمة وأنصار الحسن والحسين وأنصار الإسلام. أشهد أنكم لقد نصحتم لله وجاهدتم في سبيله فجزاكم الله فأفوز فوزا عظيما. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. أشهد أنكم الشهداء والسعداء وأنكم الفائزون في درجات العلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة أبي الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، وعلى روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك في عليين، وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.